بحث وزير البترول طارق الملا مع رئيس شركة دانا غاز ريتشارد هال الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول والغاز. وخلال اللقاء أكد الملا أنه رغم التحديات إلا أن هناك ثقة متبادلة بين قطاع البترول وشركائه من شركة البترول العالمية وشراكة استراتيجية ناجحة ممتدة منذ سنوات. ومن جانبه أكد رئيس دانا غاز أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات إضافية تبلغ حوالي 43 مليون دولار في إطار استعداداتها لتنفيذ برنامج حفر مكثف خلال عام 2024 بمناطق امتيازها، يتضمن حفر 11 بئرا تنمويا وثلاثة أبار استكشافية بهدف زيادة الإنتاج بمقدار حوالي 30 مليون قدم مكعب غاز يوميا ومواجهة التناقص الطبيعي للأبار، مشيرا إلى التزام الشركة بالعمل في مصر والتوسع فيها. وعلى جانب آخر، بحث وزير البترول مع نائب رئيس شركة بتروناس الماليزية للغاز المسال أبانج يوسف أنشطة الشركة بالتعاون مع شركة شل في تنمية المرحلة العاشرة من مشروع حقول غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط والإنتاج منه، فضلا عن الاستعداد لبدء العمل في المرحلة 11 من المشروع، بالإضافة إلى بحث جهود خفض الانبعاثات وتحقيق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط، بينما ظل المستثمرون حذرين قبل اجتماع حاسم للتحالف أوبك بلس لتحديد سياسة الإنتاج في الأشهر المقبلة. هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 17% إلى 81 دولار و54 سنت للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 8% مسجلا نحو 76 دولار و35 سنت للبرميل، كما انخفضت أسعار المازوت على بنسبة 2.33% لتصل إلى دولارين و75 سنت للتر. في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25% لتسجل نحو دولارين و83 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. حذرت منظمة التعاون والتنمية من أن تفاقم الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قد يقود الاقتصاد العالمي، وتشير تقديرات المنظمة إلى أنه إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمتها فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن. هذا وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9%، فيما أبقت على توقعات العام المقبل من دون تغيير. خصصت سلطة النقد الفلسطينية صندوقا إضافيا بقيمة 500 مليون شيكل لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة المتضررة من تبعات العدوان على قطاع غزة. أضافت سلطة النقد أن الصندوق يهدف إلى منح تمويلات بفائدة منخفضة وبشروط ميسرة وفترات سداد متوسطة وطويلة الأمد، مع فترات سماح كافية لضمان استفادة القطاعات الاقتصادية المستهدفة. كما أوضحت أن القطاعات المستهدفة هي القطاعات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الحالية، مع التركيز على القطاعات الصحية والزراعية وتمويل الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، بما يشمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمنشآت المتوسطة والكبيرة. أقرت الحكومة الإسرائيلية تعديلات مقترحة على الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بسبب العدوان على قطاع غزة. وكشفت الحكومة الإسرائيلية أن هذه التعديلات تشمل 30 مليار شيكل إضافية وقابلة للزيادة لتغطية نفقات هذا العدوان. تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما زالت تثير الخلافات بين أعضاء الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو. أحدث هذه الخلافات الإسرائيلية جاءت اقتصادية مع إقرار الحكومة تعديلات مقترحة على الموازنة العامة لعام 2023 لتشمل 30 مليار شيكل إضافية قابلة للزيادة لتغطية نفقات العدوان، حيث أدت هذه التعديلات إلى اعتراضات من جانب حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني جانتس، احتجاجا على أن الأموال المخصصة لأحزاب الائتلاف تم تقليصها جزئيا فقط. وفي أعقاب إقرار الموافقة الحكومية على الموازنة المعدلة ستنتقل إلى لجنة المالية في الكنيست، ومن ثم إلى الهيئة العامة للكنيست.
في الوقت نفسه تخشى وزارة المالية من أن تزيد 30 مليار شيكل أو ما يعادل 8 مليار دولار المضافة على الموازنة بسبب ضغوط الوزراء على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحصول على شريحة من التمويل الطارئ. وتتضمن الميزانية المعدلة أيضا إضافة مبلغ 30 مليار شيكل سيتم استخدام معظمها، 17 مليار شيكل لتغطية النفقات العسكرية، وسيغطي مبلغ 13 مليار و500 مليون شيكل الإنفاق في القطاع المدني نتيجة الحرب، مثل مساعدات العائلات التي تم إجلاؤها من المناطق الأشد تأثرا بالحرب. يعتزم صندوق الثروة السيادي السعودي شراء 10% من مطار هيثرو في لندن من شركة إسبانية للبنى التحتية. تشغل المجموعة المتخصصة في إدارة البنى التحتية للنقل مجموعة واسعة من الأصول العالمية، من بينها مصالح للمطارات في تركيا ونيويورك، ولم تكن المجموعة تعتبر هيثرو من أصولها الرئيسية. تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج وسط تقلب أسعار النفط، بينما ظل المستثمرون حذرين قبيل اجتماع حاسم لتحالف أوبك بلس لتحديد سياسة الإنتاج في الأشهر المقبلة. ووصل المؤشر في قطر الهبوط للجلسة السادسة على التوالي، وأنهي اليوم على انخفاض بنسبة 2%. هبط المؤشر في دبي 2%، منهيا سلسلة مكاسب استمرت 3 جلسات متتالية مع تسجيل خسائر في معظم القطاعات. وسجل المؤشر ارتفاعا هامشيا، بينما صعد المؤشر في أبو ظبي للجلسة الثانية على التوالي ليغلق مرتفعا 1%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لميرنا ونهى لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة.